الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الله سبحانه وتعالى لتكبر القرآن ليمن لله أن أنت با الله يمنا تهوي اتقوا الله الله انفوت ولتنظر نفس ما قدمت لغد نفس دقمو لنا قايا الزقاجج وانت ملكت من ستارلج لآخر وان من الزقايتارلج كسنك وجهلو مرتي هنا ونسنك يزارلج ويسالي هزجم كسنك وجهلو مرتو سنك الله بالقرآن لنا نقرن وتزودوا فإن خير الزاد التقوى سنكنا الزقاجو كمتا الزقاجو سنك وجهلو مرتو سنك الله النفراتنا ويلنا من مالتنا الله النفرات مالت الله تعالى النفرات مالت أداء جميع الواجبات واجتناب جميع المحرمات الله تعالى قد يتعد الرقبنا كل ما فزمنا يكلك لنا النقر كل دقمو مكلك لنا الله تعالى قد يتعد الرقبنا النقروج اسكالا وقنا تدرس لنفزمات شوانشلم الله يكلك لنا النقروج اسكالا وقنا تدرس لنكلك لنا شوانشلم انقرياوس لابد من معرفة ما أوجب الله وما حرم الله لنؤدي ما أوجب الله ولنجتنب ما حرم الله الله قد يتعد رقبنا عند الفصل يكلكل عند الكلكل قد يتعدنا ما وقع يتعد رقبنا حرام نقروتنا ندقمو النزيه نقروت حرام ناتشا وملون ما وقع يتعد رقبنا علمت الشر لا للشر شر النقر منا وقو دقمو لنسرى ويدلم كما قال بعض الشعراء عرفت الشر لا للشر بل لتوقيه فمن لم يعرف الشر من الناس يقع فيه شر النقر ما وكأو لسراو سايهون عند الركاو لمن كسوو جست شر النقر يما سو يود كبتان شر ساي مسلو ودى الله يم يقرب مسلوت وانجلا يود كان سلزي تقوى مالت الله تعالى مفرات سيبال قديتاوچن مفصمنا يكلكلون نكركلوننا النزين قديتاوچ يقد ما وقالبن سلازي ينغروچ كله يفتحونا قلفو العلم اوقات يبالو نغر يي اوقات يبالو نغر دغمو درجاوچ عليه كهولل اوقاتوچ كله يميقدمو معرفة الله ومعرفة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الله تعالى ما وقلنا عندهم دقمو الله سبحانه وتعالى يلاكن لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما وقلنا الله تعالى ما وقصبال الله انديت نقولو مرامر سايحون من آية كلر نقولو ما السب سايحون من آية متأنا نقولو ما السب سايحون إنما بمعرفة ما يجب لله لا الله يقبوت بحريات والموك ومعرفة ما يستحيل عليه بالله لا يما يمتشو بحريات والموك وما يجوز في حقه لرسوم يمتشو بحريات والموك لا الله تعالى يمير ذاك قتلت كلهم علماءك يتسمع مبت يندن ويسولي أوكو قديتا ميهن البت يا الله بحرياتك أسرسوس بحرياتك النزيف بحرياتك الله تعالى منور بمنور منم ترتر ندايلو جيتاچن اندو مهونو منم ماغارنا شريك ندايلو جيتاچن كماننم فلاغي عالمو هونو كهولم يتبقاك اندهونه جيتاچن سبحانه وتعالى لمنور مجمريام مجرشا ندايلو الله سبحانه وتعالى باق فاطمه يا بنو يما يمچبت نو جيتاچن سبحانه وتعالى قادر على كل شيء بهول نغر لا شايل منم ما يسانو كلهم نغر دمو يمياوقن منم ما يسوربتن بمشاعته كلهم يسرانو كرسو مشاعته وجي يميون نغر يلم يا ينا يسمانا يقطاطرنا منم ما نسوربتن عند دبقبتن جيتاچن سبحانه وتعالى هياو هياونته
በነፍስ በስጋ በደም በአጥንት በመሳሰሉት ነገሮች አይደለም። የአላህ ህያውነት ባህሪ ነው። ጌታችን የመናገር ባህሪም አለው። መናገሩ እንደ ሰው ልጆች ንግግር ፊደል፣ ድምፅና ቋንቋም አይደለም። የሰው ልጆች በፊደል ነው የሚናገሩት፣ የሰው ልጆች በቋንቋ ነው የሚናገሩት። ፍጡሮች ናቸውና መግባቢያቸው ፊደል ነው፣ ቋንቋ ነው፣ ድምፅ ነው። ጌታችን ግን እኛን አይመስልምና በእኛ ባህሪ አይገለጽም። መጨረሻ ላይ ግዴታ ልናውቀው የሚገባው ነገር አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ማንንም እንደማይመስል ነው። ለይሰ ከሚስሊሂ ሸይ ወሁወ ሰሚዑ በሲር፣ እርሱን የሚመስል ምንም ነገር የለም። እርሱ ደግሞ የሚሰማና እንዲሁም ደግሞ የሚያይ ነው። ሁሉንም ያየዋል፣ ሁሉንም ይሰማዋል። ብርሃንን የፈጠረ ጌታ ብርሃንን አይመስልም። ጨለማን የፈጠረ ጌታ ጨለማን አይመስልም። የሰው ልጆችን የፈጠረ ጌታ የሰው ልጆችን አይመስልም። የመላኢካዎች ፈጣሪ መላኢካዎችን ሊመስል አይችልም። የጂኖች ፈጣሪ ጂኖችን ሊመስል አይችልም። ማንኛውንም ፍጡራን ከመምሰል ጌታችን የጠራ ነው። አላሁ ተዓላ በቁርአን ላይ እንደነገረን ወለም የኩን ለሁ ኩፉወን አሐድ፣ ለእርሱ አንድም ማምሳያና ብጤ የለውም። ይህንን ካወቅን ለአላህ የሚገቡትን ባህሪያቶች አውቀናል። አላህን ከጎደሎ ባህሪያት ካጠራን ከመቀመጥ፣ ከመቆም፣ ከመውጣት፣ ከመውረድ፣ ከአካልነት፣ ከከለር፣ ከቅርጽ፣ ከመጠን፣ ከእነዚህ ነገሮች ሁሉ ከፍጡር ባህሪያት ሁሉ አላህን ካጠራ ነው አላህን አወቀን ይባላል። አላሁ ተዓላ ደግሞ ፍጡሮችን የፈለገውን ይፈጥራል፣ የፈለገውን ደግሞ ይተዋል። ምንም ይሳነው ጌታ አይደለም። አላሁ ተዓላ ዩሰቢቱና ዓላ ዓቂደቲ አህሊ ሱነቲ ወልጀማዓ። አላህ ሙሰማን የምንጠቀም ያድርገን። ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ።